ابتدي بقى بالشكشوكه الاول عشان تاخد شويه وقت. المكونات المكونات طماطم عندنا بيض، بصل مفروم، فلفل اخضر رومي، كزبره، شطه، ثوم، كمون، فلفل حار وفلفل الوان وشويه بهارات. طيب هستاذن حضرتك تجيبي لي شويه زيت. زيت لا زيت عادي. انا عارف ان احنا في مصر الناس مش بتحب الزيت الزيتون قوي. انا بحبه يعني قوي. انا بحبه جدا. انا امي مثلا لو حطيت لها زيت زيتون في الاكل تقول لي ايه ده انت بوظت الاكل، طعمه بقى غريب قوي. هحط شويه من البصل وهحط على طول، ده يعني الطبيخ العادي، الحاجات اللي هي القوام بتاعها قوي، البصل والفلفل الالوان. وفي ناس برضو كتير يا مروه ما بيحبوش الثوم مع البيض. صح صح، بس الثوم من الحاجات المفيده جدا لكل حاجه، للجسم يعني وطعمه بيبقى حلو برضه، بالذات لو حطيت عليها لحمه مفرومه كمان. يا سلام، مية مية. او سجق يا سلام. هحط شويه من الفلفل الحار وشويه نعمل لهم مره الشكشوكه اللي بالسجق دي، تبقى خطيره. عايزين نعملها لكم مره للسحور، وبعدين تاني يوم بقى مالناش دعوه، ما تدوش علينا احنا. مالناش دعوه هتجوعوا، مالناش دعوه. لو عايزين الحاجه تبقى حراقه قوي نحط الشطه متاخر، لو عايزينها تبقى حنينه شويه نقدر نحط الحاجه في الاول من بدري. الزيت والنار بياكلوا من الحرقان بتاع الشطه. بالظبط. احط لك ملح وفلفل. يا ريت. حطي ملح وفلفل، وهاخد شويه ملح. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا اصلا بلبس بسرعه، يعني انا عامه دايما سريعه في لبسي. انا دلوقتي انا وهشام كنا بنغير بجد، انا ما خدتش اكتر من 5 دقايق وطلعت منظر، يعني طلعت منظر ان الله خلصت قبل، لقيت واقف قدام الكاميرا. ايوه بس احنا عشان رجاله مش أيوة لازم ندخل. انا سريعه، انا ست بس سريعه زي الرجاله. لا احنا عشان الموضوع بالنسبه لنا اسهل، مش محتاجين ندخل ولا ميك اب ولا اي حاجه، بتبقى العمليه بالنسبه لنا سهله. مفيش فعلا خالص ولا. والافراح احكي لي عن الافراح، عندهم بدله واحده او بدله سوداء وبدله رمادي وقميص واحد. وقميص واحد بالظبط. خليني أخذ. ولا حد بيحس ان انتوا لابسين نفس ولا حاجه، احنا بقى نتبهدل بقى شويه. حطوا قوي كزبره بجد، نتبهدل. بهارات وكعب عالي، بس انا بطلت البس خلاص الكعب العالي. صعب عليا قوي. لا خلاص بقى، لا خلاص بقى، الواحد بيحترم سنه بعد شويه. بيحترم سنه. انا ما بلبسش كعب عالي. اول لما تبتدي بقى المكونات الموجوده في الطاسه اللي هي المكونات القويه دي تبتدي تطرى شويه، تبقى ترانسلوسنت او يعني تبتدي يطلع منها الطعم، هبتدي احط بقى الثوم، لان الثوم مش بيستحمل قوي. شريحه رهيبه اصلا. هي بس كانت الطاسه مش شغاله الاول. ما كانتش سخنه، ابتدت اهي تغلي. خلينا نلم الحاجات اللي خلصناها. خلي شويه او سي دي. هيشو شويه او سي دي. اللي هو وسواس قهري، بس بحب. لا مش وسواس قهري، بس النظافه قوي. انت عندك يعني. لا انت عندك لازم كل حاجه تبقى نظيفه ومترتبه، كل حاجه معدوله. صح. يعني حتى لما بحط كل حاجه معدوله، كل حاجه مربعات. لا يعني ايه كل حاجه مربعات؟ في مرض اسمه شارب اند. الشارب اند ده لما تخشوا بيت حد تلاقوا الترابيزات مربعه والاطباق مربعه والاباجوره مربعه. انا كل البيوت اللي سكنت فيها كلها كل حاجه مربعات، حتى الاطباق عندي في البيت مربعات فعلا. واو الله على الريحه. انا هحط شطه تاني. انا هاكلها. انا حاسه كده وهناكلها دلوقتي. هنفطر او هنستنى شويه، نستنى الادانه وانت ونفطر عليها. طبعا في ناس بتحط عليها صلصه طماطم، لو عايزين صلصه طماطم او طماطم معصوره بيبقى برده كويس قوي. لو الطماطم بالذات بتاعتكم مش حمراء، مش مستويه حلو يعني، لو ناقصه سوا يعني المفروض. طبعا احنا بنقول لحضراتكم الوقت، عشان ايه ساعات الوقت بيبقى هنا يعني متاخر شويه، نغسل البيض كويس ونعمل اماكن كده للايه للبيض، وبعدين الله نحاول عارف طبعا تاثير الموضوع ده عليا. نحاول. ما هو الحاجات دي بتيجي بقى ما اعرفش انا اعمل كده بايد واحده واعمل كده. بصوا بقى حضراتكم في حته قش وقعت. لا دي عيني. لا كمان بالايه حرف البيضة كده، لأن لو قعدنا نجري وراها اليوم كله مش هنمسكها. طب حاسب اجيبها انا بمعلقة صغيرة. خلاص تقدروا طبعا تحطوا عليها جبن او اي حاجة، بس احنا ايه بنحاول نخلي الامور سهلة وبسيطة. بتاعت ما بتبقى عليها حلوة قوي برضو، تقلل شوية من عطشها جبنة الفتة. بتبقى لذيذه قوي. جبنه الفته عليها تبقى لذيذه قوي، وهتقلل شويه من الحموضه. ممكن بقى تحط شويه فلفل اسود وشويه ملح، لان انا ايديا كده مش هقدر اعمل اي حاجه. اكيد اكيد. هزود بقى دلوقتي شوية فلفل اسود على الشكشوكة الرهيبة دي، شوية ملح. في واحدة بس الهوا بيطير جامد. ما خلي بالك بقى، عشان انا عشان بقالي فترة بطبخ بره في حتة مفتوحة. أيوة صح، أنا فالفلفل بيطير في عينيا والشطة بتيجي في العين بتبقى رهيبة. يعني راح على بداية واحدة كله. الله الله، مش هتغطيها ولا حاجة؟ غطيها.
حاسه كده صح؟ يستوي الخضار كله مع بعضه مع البيض.